بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، منسوب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هذه تهنئة ممزوجة بغبطة كبيرة على ما حباكم الله تعالى به من شرف عظيم بخدمة أعظم مسجدين وأكثرهما بركة وأجلهما على الإطلاق، المسجد الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا من شرفكم الله بهذا المقام الكريم وهيأكم لهذا الدور الجليل، لكم خاصة ولكل من تشرف بخدمة الحجيج في كل القطاعات التي تبذلها المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة وفقها الله خدمة وإكراما للحاج والمعتمر والزائر. هذه رسالة بمناسبة إقبالنا على موسم حج هذا العام سنة 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، رسالة تحملنا على التواصي والتذكير والتنادي بجليل الرسالة وشريف المهمة وعظمة الدور المناط برقابنا فردا فردا، رجالا ونساء، في هذين الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وما بينهما من فجاج وطرقات ومحطات يمر بها خير وفد وأكرمه وفد الله جل جلاله، الملبين المحرمين القادمين إلى هذه البقاع الطاهرة تقودهم أرواحهم التواقة إلى هذه الأماكن المقدسة تنشد رضا الله ورحمته ورضوانه وعفوه والفوز بالموعود الكريم. يا من أكرمنا الله جميعا بالخدمة وتقديم الرسالة الجليلة في هذين الحرمين الشريفين، ونحن في الموسم الثامن من مواسم خدمة الحاج والمعتمر والزائر، وسام شرف وفخر لنا جميعا في هذا الانطلاق الكريم الذي تتوج به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في مواسم كل عام. حري بنا أن نتذكر هذا المقام الكريم يا رعاكم الله. وها هنا نقطتان بالتركيز، أولاهما الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاء إلى السقاية يعني زمزم فاستسقى، فقال عمه العباس رضي الله عنه يا فضل، ينادي ابنه الفضل، يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. قال العباس يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال اسقني. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد سقيا من زمزم أمر ابنه الفضل أن يذهب إلى أمه فيأتيه بشراب من عندها يكون مبردا، يكون منظفا، يكون مهيئا لما يليق بمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكنه أصر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على أن يشرب من السقاية التي كانت عند زمزم، فاعتذر العباس بقوله يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني مجمع الحجيج ووضع أيديهم في الدلو وسقي زمزم، وأراد لنبينا عليه الصلاة والسلام شرابا أصفى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاد ثانية فقال له اسقني، فلم يجد بدا العباس رضي الله عنه من إجابة طلب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فناوله فشرب. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام زمزم وهم يسقون كما في الرواية، أتى زمزم وهم يسقون، فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فإنكم على عمل صالح، يخاطب بني عبد المطلب القائمين على سقيا الحجيج، قال اعملوا فإنكم على عمل صالح، قال ولولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد؟ يقصد أن ما أنتم فيه شرف كبير جليل، ولولا أني أخشى ما قد يقع من تتابع الناس من بعدي على الاقتداء بفعلي لنزلت وشاركت معكم في السقاية، فأخذت الحبل أسقي معكم لأجعله على عاتقي، يعني يسحب الحبل على عاتقه لمزيد من سقيا زمزم واستخراجه من البئر. أي شرف هذا؟
المتكلم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شرفه الله بالنبوة وأعلى مقامه بالاصطفاء والرسالة، يقول هذا الكلام لنقف على رسالة جليلة تقول: إن كانت سقي الحجيج شربة من الماء شرفا أشاد به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه في البقاء عليه والتمسك به، وأنه لولا أن يقتدي الناس به فتغلب بنو عبد المطلب على السقاية لفعل، لكنه كان يخشى أن تأتي الأمة من بعده فترى العمل هذا سنة مشروعة فيزدحمون عليه فيغلبون بني عبد المطلب على شرف السقاية لزمزم. أي شرف هذا؟ إن كانت هذه شرف السقاية بشربة من زمزم لوفد الله، فبالله عليكم ما مقام الخدمة ذات الدرجات الأرفع والأهم للحجيج؟ أتدرون أي دور يقوم به كل من شرفه الله بالخدمة في الحرمين عندما يهيئ له مكانا يصلي فيه، وبابا يدخل منه، وطريقا يسلكه، وعلما يستفيد منه، ودلالة وهداية وإرشادا؟ منظومة الخدمات المتكاملة تعني إعانة لعبد من عباد الله، بل لوفد الله، على أداء مهمة الوفادة التي قدموا لأجلها من كل أقطار الدنيا. هو شرف والله تقصر دونه العبارة في وصفه والإحاطة به. لاحظوا معي أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الشرف بقوله: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ونحن نقول لكل من شرفه الله بخدمة قاصد بيته الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام: يا كرام، اعملوا فإنكم على عمل صالح. ها هنا يتوجب إخلاص النيات، تصحيح المقاصد، النظر بعمق إلى شرف هذه الرسالة، وأننا قوم حبان الله بسكن الحرمين وجوار هاتين البقعتين، وأن نكون في مقام هذا الشرف والتشريف متحملين لأمانة التكليف، وقد وجدنا فرصا وظيفية تهيئ لنا الدور المناط. فالله الله أن تبذل الجهود وألا نكل ولا نمل. الموسم قد يعتريه كثير من الضغط والزحام في العادة لكثرة الحجيج في كل موسم، كما هو المعتاد في سنوات مضت ولا تزال بإذن الله سبحانه وتعالى، فألا تضيق صدورنا ولا أخلاقنا ولا أوقاتنا أو جهودنا عن بذل المطلوب وفوق ما هو مطلوب، فإنما نتعامل مع رب كريم في موسم عظيم وفي رحاب بيته الحرام وفي أرجاء مسجد نبيه ومدينة حبيبه عليه الصلاة والسلام. تخلص النيات لتكون الرسالة التي تؤدى حباً وشرفاً بالخدمة وابتسامة مشرقة وإعانة لمسلم وسعياً في قضاء حاجته وتيسير أمره. أما النقطة الثانية فهي الإشارة إلى الشرف الذي نتبوأه جميعاً أهل هذه البلاد بالاستثناء، ونحمد الله لما حبانا به من سكن هذه البلاد المباركة التي شرفت بخدمة الحرمين الشريفين. إن كان ولي أمرنا ورأس الهرم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قد ارتضى أن يتشرف بهذا الاسم الذي يحمل معنى الخدمة الجليلة للحرمين، فلا نحن والله أحق وأحرى بأن نسعى لنيل هذا الشرف، وقد تبوأنا الدور الوظيفي كل في إدارته بوظيفته مسؤوليته وأمانته التي أنيطت به وعلقت برقبته، أن تبذل الجهود لتكون الخدمة على أرقى ما يكون، أن تكون مشرفة، أن تكون لائقة بالمقام العظيم في هذا المكان الكريم، وأن تكون أيضا رسالة مشرقة تظهر بصدق جهود بلادنا المباركة وحكومتها الموفقة التي كانت ولا زالت تبذل بسخاء وعطاء ممتد رعاية لهذه المنة الإلهية الكبيرة والشرف العظيم الذي نتشارك جميعا في أداء رسالته وحمل أمانته. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم جميعا بموسم حافل بالخيرات والأجور، يذهب الحجيج بالأجر والثواب والمغفرة، ويذهب من شرفه الله بخدمتهم بمشاركتهم في هذا الأجر سواء بسواء. الرب كريم سبحانه والموسم عظيم، وفضل الله عز وجل ينال من يشاء برحمته الواسعة. جعلنا الله وإياكم في خيرة من اصطفاهم لهذا المقام العظيم، وأخلص لنا ولكم النيات، ورفع لنا ولكم الدرجات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.